في السباق إلى إيجاد حلول للخروج باليمن من الحرب الدائرة ولو سياسيا، على غرار ما يجري في مشاورات الكويت، تزداد وتيرة المواجهات هنا في محافظة تعز، ومعها ترتفع حدة القصف العشوائي الذي تشنه الميليشيا على الأحياء السكنية كردة فعل لحاق الخسائر بالأرواح والممتلكات. للمرة الألف نصرخ بأعلى صوتنا ونقول للحكومة بأن لا تساوم على دمائنا وتساوم، نحن ما زلنا تحت النار. للمرة الألف ما زلنا نقول لهم بأن ما زالت جراح تعز نازفة. مشاورات عبثية، هكذا يصفها البعض هنا الذين خرجوا بهذه الوقفة الاحتجاجية للتعبير عن رفضهم لما أسموه مسرحية المشاورات في ظل استمرار القتل والحصار. أبناء تعز اليوم خرجوا يرفضون هذه المشاورات العبثية ويطالبون الممثلون الشرعية في الحوار الانسحاب الفوري، كون تعز من بداية الحوار والمفاوضات لم تزداد هذه الميليشيا، ميليشيا الحوثي المخلوع صالح، إلا تعنتا وقصفا للمدنيين، وما زال القتل والتدمير والحصار مستمر على المدينة. تستمر المعاناة في ظل استمرار الحرب، ويستمر معها تخاذل الجهات المعنية في دعم هذه المحافظة وإسنادها لمواجهة صلف الميليشيا. القصف والحصار هو العنوان الأبرز في هذه المدينة، ولا بوادر للانفراج، فكلما قال الأهالي عساها تنجلي، قالت الأيام هذا المبتدأ. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.